في برضه انجاز جديد من انجازات الرياضه المصريه وسلسله البطولات الدوليه اللي ان شاء الله هتستضيفها مصر خلال الفتره القادمه. الاتحاد الدولي للجمباز اعلن الجدول الزمني لسلسله كاس العالم المؤهله لاولمبياد باريس 2024 واللي هتقام لمنافسات الجمباز الفني رجال وانسات. منح الاتحاد الدولي لمصر شرف استضافه البطوله على مدار 3 سنوات متتاليه خلال الفتره من 17 حتى 20 مارس 2022 و2023 و2024. ده طبعا جه بعد النجاح الكبير اللي حققته الدوله المصريه وكمان الحقيقه اتحاد الجمباز في استضافه بطوله العالم مؤخرا في القاهره 2021. بالتاكيد استضافه مصر لكاس العالم المؤهل للاولمبياد انجاز جديد كبير جدا يحسب للرياضه المصريه بشكل عام واكيد لرياضه الجمباز بصفه خاصه، كون ان مصر هي اول دوله داخل افريقيا تستضيف هذا الحدث الكبير، فبرضه حاجه جديده مضيئه. حاجه محترمه لان انت بتتكلم في، معلش بقى هنرجع نقول سريعا يعني، انت بتتكلم في دوله بتتبني يعني بكل حذافيرها بكل توجهاتها بكل الاتجاهات فيها، فده شيء محترم جدا. احنا زمان فاكر كريم، زمان كان زمان قوي ما كناش يعني عشان ننظم بطوله واحده دوليه ايه ده هنعرف ونشكك في قدراتنا ونقول ما عندناش امكانيات ومش هنقدر ومفيش التنظيم. لا دلوقتي اللي يقول حاجه زي كده ده يبقى يعني انا اسفه جدا بس ما بيشوفش الواقع. يعني مفيش حاجه اسمها كده، انت على ارض الواقع عندك كل الامكانيات اللي تؤهلك ان انت تبقى ضمن الدول الاولى كمان في هذا المجال. انت دلوقتي يعني اعتقد ممكن بعد كده اي حدث عالمي زي ده يجي يقول لك من احسن الدول اللي نظمتها، الحمد لله رب العالمين. ده على ارض الواقع بيتم، زي ما انا بحب دايما اقول على الارض بيكون الكلام او الشغل، فالواقع هو اللي بيقول كده. فشيء اعتقد يسعدنا كلنا كمصريين ان احنا نشوف مصر. خلي بالك اصل ده جزء كريم من الماركتينج، يعني في حاجه اسمها ان دايركت ماركتينج، انا بعمل دلوقتي دعايه او بحاول اعمل ترويج للسياحه عندي في البلد، فانا من خلال طبعا الاماكن والاوفرز والكلام ده كله والطيران والحاجات اللي بتقدمها الشركات المختلفه والاوتيلات وغيره، لكن انت عندك برودكت تاني بقى او طريقه تانيه واي تاني خالص ان انت بتستضيف حاجات زي كده، السياحه الرياضيه بمعنى اصح، وتبتدي تحط صور وتعمل هاشتاج والناس اللي بتيجي عندك تنزل صور وتوديهم، ممكن بعد كده كل بعثه بتيجي بتوديها مزارات بقى سياحيه وغيره، بتشوف البلد ده ترويج للسياحه، حركه ماشيه. ونجوم الرياضات لما فعلا بيشيروا صورهم وهم كل واحد فيهم على حده عنده ملايين الفولورز، فاكيد بتفرق كتير. صحيح هو فيجو لما كان هنا، لويس فيجو لما كان في مصر عمل ايه، لما نزل صوره شوف قد ايه الشير بتاعها. فيعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، فان شاء الله مزيد ومزيد من التقدم باذن لبلدنا.